فانت ليكي فضل كبير عليا قوي يا مرفت. انا يا خبر، كل ده علشان جبت لك غدا تيك اواي؟ لا، عشان لولا وجودك معايا هنا يمكن ما كنتش هقدر اقعد لوحدي. لا ده مش يمكن، ده اكيد. بعد ما سافروا في اول يومين ما بقتش مصدق ان انا ممكن اقعد لوحدي. بعد كده لما اتعودت على الوحده سالت نفسي ايه اللي حصل، ايه السبب، ما لقيتش غير سبب واحد، انتي. ميرفت، انتي حاسه بالكلام اللي انا بقوله ده؟ كلام ايه؟ ان انتي السبب في استمرار وجودي هنا. لا، انا حاسه بحاجه تانية خالص وقلتها لك من زمان. حضرتك بالنسبه لي هنا كل حاجه. انا قلت لك برضو انت لو مشيت مش هقعد هنا بعدك ثانيه واحده. فاكر حضرتك؟ ما تقوليليش حضرتك. ليه؟ لما نبقى لوحدنا مش عايز اسمعها زي ما كلهم بيقولوها لي. حاضر، هقول لك يا باشمهندس. بس ولا باشمهندس، قولي لي يا احمد. لا لا لا، ليه؟ ما اقدرش. ما تقدريش تقولي لي يا احمد، ده انت قدرتي على حاجات كتير قوي. طب يا باشمهندس كل علشان الاكل هيبرد. مش هاكل غير لما تقولي لي يا احمد. قول يا احمد. حاضر يا مرفت. اتفضل. على فكرة أنا وافقت عشان عايز أتكلم معاكي في موضوع. واضح إنه موضوع مهم. أوي. طيب، اتفضل. اتفضل فين؟ في المكان اللي يعجبك. تقدر تعتبر البيت بيتك. كان بيتي. دلوقتي؟ بيتك انتي ومطرحك. أنا أتمنى إنك تعتبره بيتك. ولو إنه مش قد المقام. مش قد المقام ليه؟ ده هو المقام من أول يوم. أنا لو عليا أتمنى أرجع أعيش هنا تاني. خصوصًا بعد ما بقى بالشكل ده. بس ده بيتوقف على حاجات كتير أوي. أولها موافقتك. مش فاهمة. في الحقيقة أنا مش فاهمة حاجات كتير. زي الحاجات اللي تتوقف عليها موافقتي. وزي إنه كان بيتك وزي إنك عايز ترجع. ممكن أفهم. وإحنا واقفين كده؟ حضرتك لسه ما اخترتش عايز تقعد فين؟ في المكان اللي عمري ما قعدت فيه لسبب، لأنه ما كانش موجود. أكيد عرفتيه. الخلو. اتفضل، بيتك ومطرحك. ما انا قلت لك عمره ما كان مطرحي لانه ما كانش موجود. انا عايز افهم. ممكن طيب تعملي لنا مجين شاي عشان اقدر افهمك؟ اتفضل. شكرا. كده الشاي هيبرد؟ في ايه؟ مش عايز اقول كلام وبعدين اندم عليه. هيبقى ارجوك ما تتكلمش دلوقتي. خد راحتك وفكر. لما تحس انك عايز تتكلم اتكلم. شوف يا ميرفت، انا هبتدي بالشقه دي. أنا جيت عشت في الشقة دي حوالي 6 سنين أنا وزهرة أول ما جينا هنا. وكان معانا مي. مي وقتها كان سنها حوالي 2 سنين. ابتدينا حياتنا هنا على فيض الكريم زي ما بيقولوا.
كنا خايفين لحسن ربنا ما يوفقناش ونرجع زي ما جينا. ممر السنة إلا وليد كان معانا، المسؤولية زادت لكن أبواب الرزق اتفتحت. ساعتها حسيت إن الشقة دي هي وش السعد وقدم الخير علينا. لما حصلت الأزمة بتاعتك وفكرت إن أنا أخد لك سكن، فكرت أجر لك الشقة دي لأن كنت حاسس إنها هي كمان هتبقى وش السعد عليكي. كنت حاسس من جوايا إن أنا هرجع عليها تاني. فرحت قوي لما لقيتها فاضية وأجرتها لك. هي دي حكاية إن الشقة دي بيتي ومطرحي ما عدا الخلوة طبعا. عشان كده دايما بشم ريحتك فيها، بحس إنك معايا هنا ليل نهار. كمل قول، إيه الحاجات اللي توقف عليها رجوعك لشقتك سابقا؟ أنت صحيح بتفكر تعيش هنا تاني؟ معاكي. إذا وافقتي طبعا. باشمهندس ما تكمليش، خليني أخلص كلامي عشان ما تتكلميش غلط. شوف يا ميرفت، أنا ما بحبش إلا الحلال. وأنا كمان. أنا عارف ده كويس وده عجبني، ويمكن دي أكتر حاجة عجبتني. وعجبني كمان اعتزازك بنفسك لما رفضتي أبو عبد الله بكل ملايينه. أبو عبد الله ده راجل أنا ما أقدرش أحبه. إنما ممكن تحبيني. إيه ممكن دي؟ أنت كل ده مش فاهم. بتحبيني يا ميرفت؟ أنا عارفة إن ده غلط، بس أنا لقيت نفسي بحبك وخلاص. أنا أسفة، أسفة إني اتكلمت. كمل يا حمد. لا، أنتي لازم تتكلمي. قولي لي وبعدين. مش عارفة أعمل إيه. ما فكرتيش في حل؟ كلميني بصراحة. ما لقيتش قدامي غير إني لازم أروح. بصراحة يا أحمد مش قادر استحمل أكتر من كده. خد بالك أنا مستنياك تهرب مني زي المرة اللي فاتت وتنزل مصر، وهتلاقيني وراك على طول. مش ناوي أرجع تاني. عارفة لو نزلتي وسبتيني تاني يوم هتلاقيني في مصر، محدش مننا هيقدر يعيش هنا لوحده. حلها بقى. نتجوز يا ميرفت. يا أخي قولها. في الحقيقة أنا كنت عايز أقولها بس إيه؟ بس ما كنتش متأكد. يعني أنا كنت أعمل لك إيه يعني عشان تتأكد؟ ده أنا كان ناقص أشيل قلبي كده أحطه لك بين كفوفي عشان تتفرج عليه وهو بيقول اسمك مع كل دقة كده. بس في حاجة مهمة يا ميرفت. أوعى تقول نتجوز في السر. تقولها يا احمد؟ ارجوك لا. هو مش في السر، في السر انما هقول لك لازم نحسبها. لا انا مش هتجوزك من ورا الناس يا احمد. حكايه زواجتك نفسي بينا وبين بعض من غير شهود ده ما اسمهش جواز. عارف، صدقيني عارف، احنا هنتجوز بشهود وناس هتعرف، بس ارجوك لمصلحتي تكون مصلحتي، مش لازم يبقى كل الناس. انت مش عايز زهره تعرف صح؟ بص يا ميرفت، عشان ما اضحكش عليكي انا بحب سهرة. عارفة وعمري ما هكرهها. عارف يا احمد انا حبيتك ليه؟ لحبك لسهرة. كل الحب ده من راجل لست واحدة، خلاني أحبك. مفيش بني آدم في الدنيا عنده القدرة على الحب والعطاء بالشكل ده. بصراحة لقيت نفسي بتمنى أبقى الست بتاعتك. خلاص خلي زهرة هناك في حالها وإحنا نعيش ونساعد بعض هنا، مادام مش قادرين نبعد عن بعض. والمصلحتي كل مصلحتي، محدش في الشركة يعرف.
حتى في الشركة ما حدش يعرف؟ إلا اللي إحنا هنختارهم، شهودنا، ناس يخافوا علينا ويحفظوا سرنا طول ما إحنا هنا. وعلى فكرة إحنا يمكن نقعد هنا سنة أو اتنين، بتهيألي بالطريقة دي يبقى حلينا المعادلة الصعبة أو خففناها. قلت إيه؟ طب افرض إنك حبيتني وما قدرتش تبعد عني. أنا فعلا بحبك يا ميرفت، لكن ما اقدرش اغدر بزهرة. لما نرجع مصر بعد سنة او اتنين او تلاتة، كل واحد يروح لحاله. طيب برضو ما جاوبتنيش، افرض بعد كده ما قدرتش تبعد عني، يبقى الله يكون في عوني. بس انا ساعتها مش هدعي لك ان ربنا يكون في عونك. بتبعد عني ليه؟ ميرفت انا مش عايز المسك الا لما تبقي مراتي. تصبحي على خير. ايه طب استنى 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 بس استنى. فكري في اللي قلت لك عليه ونتقابل بكره في المكتب. تصبحي على خير. الو الو ايه بس انت فين يا احمد؟ موجود يا زهر. موجود فين يا حبيبي؟ ده انا هتجنن، بقالي اربع ساعات مش عارف اعمل ايه. اسف معلش. طمني عليك، انت كنت قافل الموبايل ليه؟ كان عندي اجتماع، واجتماع مهم، قفلت الموبايل ونسيت افتحه. اجتماع ايه؟ شغل يعني؟ ايوه طبعا شغل. مال هيكون ايه يا زهر؟ مالك يا احمد؟ انت مش مبسوط؟ في حاجه مضايقاك؟ مفيش. لا صوتك مش عاجبني. اسمع يا احمد. نعم. لو مش مبسوط تعال، سيبهم وتعال. اجي فين؟ تيجي فين ده ايه؟ تيجي هنا مصر. سامعني يا احمد؟ ايوه زهره سامعك سامعك. امال ما بتردش عليا ليه؟ طيب في حاجه مزعلاك؟ لا لا مفيش حاجه خالص. ولا حاجة يا زهرة، مرهق حبتين بس. وما بتاكلش؟ اه طبعا ما بتاكلش. احمد يا حبيبي عشان خاطر حافظ على صحتك. انت ما تعرفش انا قلقانة عشانك قد ايه. ولعلمك بقى بابا قال لي انت قلت له ايه؟ قال لك ايه؟ قلت له انك مستحيل تعيش هناك، وانك عايش هناك بس عشاني. هو قال لك كده؟ ايوه قال لي. وبصراحة بقى أنا اللي مش هستحمل تعيش هناك غصب عنك علشاني. تعال يا أحمد، تعال يا حبيبي مدام تعبان. ما ينفعش يا زهرة. ما ينفعش ليه بس يا أحمد؟ لأني خلاص اتفقت على المدة التانية واديت كلمة، وبابا عارف كويس قوي يعني إيه كلمة الشرف. اسأليه وهو هيقولك. ده مش قال لي بس، ده قرالي القصيدة بتاعت عبد الرحمن الشرقاوي بعدها. أنت عارف حكاية كلمة الشرف عند بابا دي مقدسة. قوليلي هما الولاد فين؟ لوحدهم؟ لا مع خالهم وولاد خالتهم كمان. اطمن يا حبيبي. ولعلمك بقى انا كنت رايحه معاهم، بس قلقت عليك قوي لما اتصلت بيك ما لقيتكش. طبعا ما رحتش. يعني عليك ليا فيلم تعزمني عليه اول ما ترجع. سامعني يا احمد ولا انت عامل نفسك مش سامع؟ سامعك يا زهره سامعك كويس قوي. اول ما ارجع هعزمك على السينما. زهره بوسيلي الاولاد. حاضر. تصبح على خير يا حبيبي. وانتي من اهله.